الفترة الماضية، نعرف الناس كل النجم الساحلي ممنوع من الانتداب، شنو هي مستقبل اللاعب هذا خاصة شفنا وكيل أعماله علي الطيف كان هب التدوينة في صفحته على في فيسبوك، يبدو أن الوضعية غامضة شوية متعلقة باللاعب. معنا في التليفون علي باش يوضح لنا شنو هي الوضعية بالضبط. علي أهلا بيك. أهلا بيك سام، أهلا بك كيف المستمعين الكل خويا. وهذا هو الذي يقول مرحبا. دونك علي، شفناك هبطت تدوينة في صفحتك في فيسبوك، حكيت فيه على وضعية عزيز الشتيوي، أبرامون فما سوء تفاهم مع الهيئة المديرة بخصوص يقعد يبقى يمشي. بون، تحل، يبدو أن الموضوع باش ناخذ مع عندك شنو صار بالضبط من لوي حتى الأخ. أول حاجة مشكور خويا على الاستضافة ومشكور على التوضيح هذايا. الحكاية بدأت في جانفي، كانت هما اتصالات معناتها مع الهيئة السابقة في النجم الساحلي، الهيئة المستقلة في النجم الساحلي. اتفقنا معناتها على مدة العقد وعملنا عقد مبدئي حتى 2025. مراني معناتها انه بعد مرور 4 أشهر وكل شيء اتصلوا بيا، معناتها ما عرفش كان نجم نسمي الاسماء شكون. اي مثال شيء بينسير. اي ديجا معناتها اتصل بيا سي كمال، معناتها قال لي علي راهو ما نقدروش. كمال شكون؟ سمينا اسم ولقب. سي كمال بن عثمان اتصل بيا قال لي علي ما نقدروش ناهلوا اللاعب. باهي. ومش في صالحنا باش نخليه معناتها اللاعب انه يقعد اللاعب ما يلعبش، ومعناتها نزيدوا على مشاكل النجم الساحلي. معناتها قلت له معناتها مشكل، احنا مدينه دينا معناتها ما عندنا حتى مشكل، نفسخوا معناتها العقد وخلي اللاعب يمشي يشوف مستقبله. اتفقنا في الوقت هذاك انه باش ننزل في الصفحه نتاعي انه اللاعب فسخ العقد نتاعه باش النجم اللاعب يلقى مصلحته ويشوف مصلحته ويشوف يعني فريق علي. يبدو ان البلاصه ما فيهاش ريزو بالباهي. تو نسمع فيك سافا. ايه تفضل. قلت لي تمرعني انه بعد فتره صغيره اتصلت بي الهيئه الموجوده تو حاليا الهيئه التسييريه، قالوا لي وقتها عن طريق يعني الكاتب العام، قالوا لي انه عزيز الشتيوي باش يقعد معنا ويتمرن معنا. في الوقت هذاك عنده عزيز عرض من القادسيه الكويت، يعني نعطيك حتى يعني لوفر بالضبط. وتفاهمنا في العرض وكل على اساس وقتها الفتره ذيك باش يتصل. رجعت للهيئه معناتها باش نحترم الناس وكل شيء، رجعت لهم يعني نجيب الصفقه معناتها هذيك اللي كانت باش تصير وكل. ما بعد فتره اتصلت بالمدير الرياضي الموجود جديد زياد الجزيري اللي علاقتي به طيبه معناتها. اتصلت به حبيت نعرف وضعيه اللاعب بالضبط، قال لي راهو اللاعب مش في حساباتنا وكل شيء ونحاولوا نلقاو حل ويفسخ. فهمت؟ كنت واضح معناتها مديتي دي مره اخرى، قلت اوكي عادي ما نجمش معناتها رغم اللي ضيع عليه من الاول الاوفر اللي هو من القادسيه ومعناتها يبدو انه الاتوال مش واضحين في وجهه النظر نتاعهم، ماذا يبقى ماذا يمشي لهنا. صارت شويه بيرتيرباسيون. علي لو كان تحاول تقعد في بلاصه في ريزو خاطر صوتك قاعد يمشي ويجي، ما نعرفش تسمع فيا ولا لا. باهي، نحاولوا نعاش لو كان نجم نعاودوا نتصلوا به من جديد. علي الطيف وكيل اللاعب عزيز الشتيوي اللي كان امضى مع النجم الساحلي. النجم كان اعلن يوم 4 جانفي تعاقد مع اللاعب عزيز الشتيوي، اللاعب من وليده 5 ديسمبر 1997 يشغل خطه لاعب رواق. بالطبيعه النجم كان اعلن وقتها انه الكونترا يبدا يوم 1 جويليا، اليوم 26 جويليا، ويبدو انه فما ضبابيه متعلقه بمستقبل اللاعب من جديد. معنا علي الطيف في التوضيح. علي من عشر ريزوم مش ولا بد لو كان تحاول تقعد بلاصه باهي. اي تو نسمع فيك. قلت لك اتصل بي، اتصلت معناتها اتصل بي جديد فهمت على اساس بس وكل معناتها حبيت يعني يكون تقعد يعني يقعد تدخل عقد بيني وبينه معناتها وكل ونفسخوا اللاعب يمشي على روحه. رجعت اتصلت بعزيز الشتيوي قال لي خويا ما دام هو يعني يحبوا يفسخوا فسخوا، هما اللي طلبوا مني باش يفسخوا، احنا ماناش ناكرين اللي اللاعب خذا 20 مليون 20000 دينار وقت اللي امضى. فهمت؟ خذا اللاعب استلم من النجم الساحلي 20000 دينار استلمهم اللاعب. اللاعب وقتها ما كانش في تونس، استلمتهم اني عوضا عنه. فهمت؟ واني بعثتهم له معناتها حتى اللاعب معناتها يعرف الحاجه هذه واضحه. بعد حتى حاولت اتصل بزياد الجزيري مره اخرى ما يهزش عليا، عطني يمكن اسبوع ونصف
حاول اتصل به ما يردش عليا، بعثت له اعطاه رقم نتاعي يعني شكون، مش شكون هذا يتصل بي، شكون هذا يعني اتصل بي عباره يعني يحكي مع انسان من الشارع ما سامحني بالكلمه، اهلا بيك يجيب 20 مليون ويجا فسخ العقد. كانت معناتها مش بروفيسيونيل الحكايه جمله. ما نكذبش عليك، صارت معناتها الكال اللي صارت ما عجبتنيش جمله وما عجبتش بلاعبي الشيء، معناتها اللي خلانا بعثنا يعني عادل الشهاد بإثبات العقد اللي هذا قانوني اللي هو اللي قلنا عليه الأستاذ يانيس بن ميم ونوجه له تحية. وصارت العملية نهار الخميس اللي فات، وهذا هو يعني اللاعب اليوم مش يرجع يتفرج على روحه قانونيا. هو خرج برشا كلام يقول انه معناتها اي خليه يرجع يترانا وتو نجيبوه 10 مرات يتمرن في النهار ونجيبوا له مش عارف شكون، كلام يعني مش بروفيسيونيل مش نتاعنا، نجنبوه خير لانه دخل شخص هو محب للنجم الساحلي، هو اللي زاد نقول احنا على النار زاد نار اكثر، فهمت؟ هي كانت خاطر الحكايه باش تتحلى ميكالمو. حاليا مره اخرى نقول راني مديدي معناتها للصلح مره اخرى، وماذا بيا معناتها كان يتصلوا ونلقاو حل، معناتها انا يعني نشوف كان نلقاو حل ودي خير من اللي تكبر الحكايه ونولي قضايا وتولي حاجات هيك ما تعجبش، وفريق مش مصورش نجم الساحلي توا يحب قضايا اكثر من هيك، فهمت؟ ما نعرفش التصرف اللي صار لي من زياد جزيري نجم يكون هو بالوقت ذاك عنده ما يعمل، ما نعرفش، ما نجمش نفسر الاسباب انه ما يردش على التليفون بتاعنا لا اني ولا اللاعب بتاعي. براف معناتها التو اني واحد من الناس صراحه والله صراحه ما عندي حتى علم على الغموض اللي هم عملوه. اتخذنا مجرى قانوني ما نكذبش عليك، هذا اللي لازم نعمله خاطر ما يلزمنيش نقعد اكثر من هذا نستنى. قلت لك في الفتره هذيك اتصلت باللاعب نتاعي بالنسبه لل 20,000 دينار، قال لي ما دام هما حبوا يفسخوا لي ما طلبتش اني فسخ العقد هما يتحملوا مسؤوليتهم. هذا كلام منطقي جدا، قال لك ما دام اني ما طلبتش فسخ العقد هما طلبوا فسخ العقد يتحملوا مسؤوليتهم. بالنسبه لي اللاعب عنده في العقد نتاعه معناتها عنده 3 سنين. باهي الصوت قاعد يقطع والريزو كالعادة. تعرف انت قانونيا قلت لك اذا ما تاهلوش في كونتون سبتمبر تنجم اللاعب يشكي على روحه صح ولا؟ اي بالضبط اي. هذا هو هذا ما نحبش نوصلوا ان شاء الله ما نوصلوش وقتها. دونك الملاعب اليوم باش يكون في التمارين مع الفريق هكا؟ اي اليوم باش يكون موجود في التمارين، انا قلت لك اتخذنا مجرى قانوني وهذا هو معناتها. ينجم يتم منع والا ما عندكش فكره بخصوص الموضوع هذا شنو نجم يصير بعد؟ ما حكيتوش قبل، ما حكاوش مسؤولين يعني مع الملاعب، ما كلمش المدرب مثلا؟ عاش حكيت مع في اقبال الرويدي قال لي خلي يكون موجود في التمارين، وحكيت مع في سيف غزال قال لي كيف خلي يكون اللاعب موجود في التمارين. حضرنا رواحنا للحاجات اللي بتصير الكل، ما يكذبش عليك اللي هي حاجات مش قانونيه انك تجيب لاعب تدربه اكثر من مره في النهار، تنجم تجيب لاعبين اخرين مش ناس كل كيف نقول. يعني نعاود نقول 10 مرات نقول راني ما نحبش نلتجئ للمساله تخلي تغرق فريق كبير اسمه نجم الساحلي. نحبها توفى وديه كيما بدات وديه المثل. الكونترا شفتك حسب ما كتبت فيه مليار، نجم يكون لاعب ياخذ مليار اذا كان يمشي معناتها امور شكايات والطريقه هذايا. فيه جلوبالمون فيه مليار و80 مليون، اما بعد ما تعرف كيفاش تشكي وباش تمشي للاستئناف وكل. ينجم يتيح اما اقل شيء ما خاطر ملاعب من بعد صح عقد هو في جانفي ان شاء الله، فهمت؟ اذا هذا باش يبقى 3 شهور مرتاح، فهمت؟ باش النجم الساحلي يعني باش يضيف له على العقد هذاك، فهمت؟ مثلا العقد اللي باش يجي فيه 300 مليون نقولوا في السنه باش يكمل له مثلا 700 مليون. فهمتك. هذا فهمت. واضح. اقل شيء النجم الساحلي يكون ممكن دفع 700,000 دينار في اقل حد العزيزي. سينون باش يبقى اللاعب اليوم على ذمه معناتها اليوم الى حد الان اليوم اللاعب على ذمه ليتوال، بعد شنو نجم يصير بعد ما نعرفوش؟ عنده عقد يربطه بالفريق ل 2025 ومن حقه باش يتدرب، وهاني قلت لك حضرنا الجانب اللي هو ودي وحضرنا الجانب اللي هو قانوني. حاضرين في الزوز جوانب احنا. الجانب خلينا نكونوا اسلام خلينا نكون حاجه راني نحبها توفى وديه خير. وديه خير. الجانب الودي شنو التضحيات اللي انتم قادرين تعملوه؟ والله الجانب الودي قلنا يعني انه قلت الجانب الودي انه الملاعبي يفسخ عقد ما دام انت طلبت منه باش تفسخ عقد، هذا كلام زاد الملاعبي انه يفسخ عقده ما
غير لا مشاكل لا حد شيء، هذا هو يفسخ عقده ولا لا طالب ولا مطلوب عم يكلمون قولوا احنا فهمت معناه مش طالب بفلوس ولا حاجه هكا لا لا فقط معناه يكتفي بال 20 مليون اللي خذاه هيك هو مش طالب حد شيء واضح دونك نتصور 20 مليون خيم اللي يتكلف لتوال ما يعرفش بعد مبلغ وتولي قضايا ولتوال مش ناقص هكا ولا اه هذا هو هذا علاش قلت اميكالمو معناتها خير فهمت اميكالمو خير معناتها خاطر شوف اللي لازم تحلي فريق كبير الواحد اليوم مش باش ياخذ الفريق كبير معناتها يقول قايل معناتها اني مش متابع مصلحه اللاعب بتاعي اما شوف الواحد دي معناتها يشوف فريق يعني عنده برشا مشاكل ما يزيدش عاطين بله وكهو واضح وهذا هو وهذا هو اخوي واضح يعطيك الصحة شكرا لك على الطيف وكيل اعمال اللاعب عزيز الشتيوي على التوضيحات اللي قدمتهم لنا بخصوص علاقته مع النجم الرياضي الساحلي خاصه كما نشوف قاعدين نشوفوا في اللايف ستريمينغ التصويره نتاع اعلان ليتوال تعاقده مع اللاعب حتى الجوان 2025 والتعاقد كان تم الاعلان عليه في شهر جانفي الماضي وقت اللي اللاعب مازال حتى ما كملش مقابلته مع مستقبل سليمان. موسيقى الاخبار وبعد مكملين فاير بلاي حتى للخمسه.